اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مره ثانيه، وصلنا لفقره الرياضه. زي ما بنعرف معظمنا بيشتغل على طبيعه شغله بتكون مكتبيه، ممكن يقعد ساعات عمل طويله وهو على المكتب، ممكن ياثر هذا على عضلات الرقبه وحكينا عنها قبل فتره، بس ما كانت للناس اللي بيلعبوا رياضه. اليوم معنا الكابتن عدي العوران راح يشرح لنا بعض التمارين المفيده للناس اللي بتلعب رياضه بس بتعاني من مشكله الام الظهر والام الرقبه خصوصا. نشوف التقرير وراجعين. أهلا وسهلا فيكم في فقرة جديدة من فقراتنا الرياضية. حكينا المرة الماضية عن آلام الرقبة والتمارين اللي ممكن نعملها لنخفف اللود عن آلام الرقبة والظهر. اليوم رح نعمل تمارين لنفس المكان بس للناس الأدفانس. شو يعني؟ يعني الناس اللي عندها الفتنس ليفل أعلى. عملنا تمارين الحلقة الماضية عن الناس البيجنر، الناس المبتدئين، الناس اللي جديد بلشت تلعب رياضة وعندها أوجاع هون. هلأ اليوم رح نعمل نفس التمارين بس بشدد مختلفة، راح يكون في مقاومة لجسمي في 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 أوزان ممكن أحملها عشان المنطقة هاي، اللور باك والرقبة. راح نعمل أول تمرين اللي هو اسمه سوبرمان. راح أنزل على بطني هون، راح أمد جسمي ستريت، راح أحاول أطلع بإيدي ورجلي اللي عكس بعض، راح أطلع شوي شوي وانزل شوي شوي. راح احاول وانا طالع اعمل سكويز على اللور باك، اشد على اسفل الظهر وانزل شوي شوي. راح احاول اعملها 15 عدة وانزل. الحركة راح تكون سلو موشن، اطلع وانزل. ما ننسى النفس، راح احاول اعمل سويتش وانزل شوي شوي، بطلع بدون ما اثني، جسمي بطلع مستقيم، ايدي مستقيمة ورجلي مستقيم، نفس الشيء ايدي مستقيمة ورجلي مستقيمة. هلا هاد في تمرين شوي اصعب منه، ممكن نطلع دبل، ممكن نصعب التمرين. مد ايدينا التنتين، راح احاول اطلع بايدي التنتين، اثبت وانزل شوي شوي، اطلع فوق، انهيل اكسهيل، انهيل اكسهيل، انهيل اكسهيل. هلا هدول التمارين للناس اللي عندها اللور باك قوي بس بده اياه يقوى اكثر، يعني عنده اوجاع فيه. في كمان تمرين ممكن نستخدمه بس بصعوبة أعلى. هلا هذا الجهاز اسمه باك اكستنشن، ممكن نعمله، راح أنام عليه، موجود بأي جيم. راح أحط إيدي هون، راح أحاول أنزل شوي شوي لتحت وأطلع ببطء. لما أطلع لازم ظهري يكون مستقيم، أنزل شوي شوي تحت، انهيل اكسهيل، انهيل اكسهيل. راح احاول اسوي 15 عدة، انهيل اكسهيل. هلا هذا التمرين ممكن نعمله بصعوبات اكثر. كيف؟ هلا انا استخدمت وزن جسمي عشان اطلع، ممكن اعمله بوزن، ممكن اجيب وزن هون احطه بين ايدي، انزل شوي شوي هون، راح اثبته بين ايدي، راح انزل بحركه بطيئه واطلع شوي شوي. زي ما انتم ملاحظين ظهري مستقيم، ما بدي احاول اشد لورا، هيك بسوي لود كبير على اللور باك اللي ممكن يسبب لنا اصابه بدل انه يعالج الاصابه. فانا راح انزل شوي شوي لتحت واطلع مستقيم، بس بثبت بنزل شوي شوي، بطلع شوي شوي لفوق وبنزل. اخر عده بحط الوزن وبطلع. هلا هدول التمارين ممكن نعملهم
بالبيت، هذا التمرين ممكن نعمله بالجيم. في كمان تمرين ثاني اسمه ديد ليفت، هذا يعني من اصعب التمارين اللي ممكن نعملها لللور باك، هذا لازم نعمله شوي شوي، لازم يكون في مدرب مشرف عليك عشان يعرف اذا هذا التمرين تكنيك صح ولا غلط، لانه اهم شيء بالتمرين هذا هو التكنيك. راح احاول امسك اوزان تنتين هون، راح اتني بركبي شوي صغيره، دائما متنيين ركبي وانا واقف، راح احاول انزل بظهري مستقيم لتحت وارفع شوي شوي، وانا طالع بسوي سكويز على اللور باك، بدي احاول انزل شوي شوي لتحت، ظهري مستقيم، كتافي مفرودين، راسي لقدام، بطلع شوي شوي، انهيل اكسهيل، انهيل باخذ نفس بفرغ فوق، بحاول اعمله 15 تكرار، بنزل برد اطلع. الحلو بهذا التمرين ممكن نعمله بعده اوزان، انا عندي وجع هون مش كثير بحمل اوزان، ممكن بدون ما احمل اوزان احط ايدي هون وانزل شوي شوي لتحت بوزن جسمي، بطلع شوي شوي، انهيل اكسهيل، نفس الشيء ظهري مستقيم، بنزل شوي شوي بطلع شوي شوي. زي ما حكيت لكم ممكن نعمله بعده طرق، بيجنر ادفانس ما في مشكله، انت شو الليفل تبعك انت بتشتغل عليه، سواء بوزن او بدون وزن انت ممكن تعمل هاي التمارين. يعني هاي التمارين اللي حكيناها ممكن نعملهم بالبيت، ما راح ياخذوا اكثر من 10 دقائق ل 15 دقيقه للناس اللي ما عندها وقت، وممكن للناس اللي عندها وقت تيجي على الجيم وتعمل هاي التمارين. بس ملاحظه كبيره ولازم احكيها، لازم يتموا هدول التمارين، خصوصا تمارين الرقبه وتمارين اللور باك اللي هو اسفل الظهر، تحت اشراف مدربين مختصين، لانه هاي التمارين جدا حساسه، بتاثر على مناطق جدا حساسه اللي هي العمود الفقري. العمود الفقري من اهم الاجزاء اللي موجوده بجسمنا، عشان هيك لازم يكون تحت اشراف مدربين متخصصين بهذا المجال، يعرف يعطيك التكنيك الصح عشان انت تستفيد من التمرين هذا. هذا التمرين اذا عملته بطريقه غلط ما راح يفيدك، بالعكس راح يؤذيك انت. فهذا تمرين لللور باك لازم نستفيد منه ونعمله بتكنيك صح بدون تسرع وشوي شوي. كنت معكم عدي العران من سيكريت جيم، ونشوفكم في فقره جديده. يعطيك العافية كابتن عدي، يعني تمارين كثير كثير مهمة وجدا، يعني خاصة للناس اللي بتعاني من آلام الظهر والرقبة، للناس اللي بيمارسوا رياضة ومش عارفين كيف يعالجوها. يعني بتمنى كمان زي ما حكى الكابتن انه التمارين اللي بتختص بالمفاصل الخطرة مثلا اللور باك، التمارين الرقبة، تكون تحت اشراف رياضي يعني عشان تعملها بطريقة سليمة وصحية. ومكملين معكم فقراتنا مشاهدينا بس بعد الفاصل.